بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخواني أخواتي متابعي قناة من صوت البرمجة، درس جديد من سلسلة دروس دلفي. دائما مع هذه المكونات المهمة في الدلفي، اليوم سنرى مكون إيماج ليست. إذا نذهب إلى الدلفي، مشروع جديد، ومن حزمة الوين 32 نجد المكون إيماج ليست. وقد سبق لنا في الدروس الماضية أن قمنا بالعمل بالإيماج ليست. الإيماج ليست هو مكون يقبل حزمة من الأيقونات أو الصور التي يتعامل بها المبرمج مع المكونات الأخرى الموجودة في الدلفي. وهذه الأيقونات أو الصور التي نضيفها في المكونات تعطي دلالة لهذا المكون، ربما من الأيقونة أو الصورة الموجودة عليه نعرف ماذا يعمل هذا المكون، مثل مكونات الأزرار مثلا أو مكونات أخرى. إذن في الإيماج ليست هناك إديتور، وهذا الإديتور يظهر بالضغط مرتين على هذا المكون. إذن ولاحظوا هنا، إذا قمنا بإضافة صور من هنا، صور في الديسكتوب، صور هذه بأي امتداد شئنا. لاحظوا هنا لدينا جميع الامتدادات، الامتداد جيف، الامتداد جي بي يو جي أو جي بي جي أو جي بي يو جي، الامتداد بي ان جي، الامتداد بي ام بي بيت ماب، أو الامتداد اي سي او يعني ايكون، الامتداد اي ام اف، الامتداد دبليو ام اف، وايماج امتداد تي اف، كذلك تي اف اخر. إذن هنا جميع الامتدادات، ولكن عند إضافة هذه الأيقونات هناك تشفير محدد لهذه الأيقونات. إذن مثلا إذا قمنا بإضافة أيقونة أكبر من الهايت ومن الويدث الذي سنختاره هنا بالنسبة للمكون، لاحظوا مثلا إذا أخذنا هذه الصور، مثلا هذه 32 على 32، قمنا باختيار مثلا هذه الصورة، وهنا يقول لنا بأن الأبعاد الخاصة بهذه الصورة أكبر من الأبعاد التي هي في المكون، يعني by default في المكون بالنسبة للهايت والويدث التي هي 16 بيكسل على 16 بيكسل. لذلك سيقوم الإديتور بتقسيم الصور إلى أربعة أقسام، يعني إلى أربعة أجزاء. إذا قلنا له يس، لاحظوا سيقوم بتقسيم الصورة إلى أربعة أجزاء، وبالتالي لا يمكننا العمل بصورة مقسمة إلى أربعة أجزاء. هنا إما سيليكسيوني، لاحظوا أن الصورة التي تظهر إذا قمنا بالضغط على أي صورة، إذا نقوم بأنيلي، نعيد من جديد، نقوم بفتح هذه الأيقونة، نقول له نو. إذا ماذا يفعل؟ يقوم بتصغير الصورة، ولكن الجودة الخاصة بالصورة ستتقلص وسيصبح شكلها يصبح يعني نوعا ما مشوهة، وبالتالي نستطيع عمل لها رونجي أو أجوستي يعني هنا، أو سنتري يعني هنا وضعها في الوسط، أو أجوستي أو رونجي. إذن وهنا يأتي دور اختيار التشفير الخاص بالصورة.
أولا دعونا نرى الخصائص. ألوكات باي هنا عدد الصور التي يمكن اختيارها في عدد الصور التي يمكن اختيارها في الإيماج ليست. باك كولور هنا الباك كولور يعني الخلفية الخاصة بالصورة. بلند كولور يعني الصورة التي الكولر الذي يظهر في الصورة. ثم لدينا الكولر ديبت. الكولر ديبت إذا قمنا بفتحه، إذا لاحظوا هنا CD device dependent، CD default، ثم لدينا CD 8 بيت، 4 بيت، 32 بيت، 24 بيت و 16 بيت. إذا هنا في حال اخترنا الصور بامتداد PNG وجب علينا اختيار التشفير CD 32 بيت أولا، ثم drawing style نقوم باختيار ال DS Transparent يعني الخلفية الشفافة. إذن ونختار هنا الـ Height 32 والـ Width 32 ونقوم برفع الصور داخل هذا المكون. نلاحظوا هنا كيف تم رفع الصور وبدون خلفية تذكر. لاحظوا هنا. إذن نجرب استعمال هذه الأيقونات على مكون مثلا باتن. إذا لاحظوا نختار باتن هذا مثلا ونقوم بربط المكون إيماج ليست بالمكون باتن عن طريق الخاصية إيماجز. وهنا في هذه وفي هذا الباتن هناك لاحظوا هنا داخل هذا المكون هناك أعداد 0 1 2 3 4. إذا ما معنى هذه الأعداد؟ معناها أن لكل أيقونة من هذه الأيقونات أندكس، وبالتالي هذا الأندكس هو الذي نتعامل به مع المكونات. لاحظوا هنا هذا البطن في الخاصية Image Index. Image Index لاحظوا هنا Image Index هي في الحالة ناقص واحد، في الحالة ناقص واحد. إذن هنا يمكننا اختيار أي صورة أو أي أيقونة نشاء، ولكن هنا نختار رقم الأندex. لاحظوا مثلا إذا قمنا باختيار هذه الصورة الرابعة فيختار الأندكس الذي هو 4. إذن والأندكس رقم 4 هو خاص بهذه الصورة. ثم لدينا Image Alignment هنا بالنسبة لهذا المكون، أين يمكنك وضع هذه الصورة، إما في الأسفل أو في الوسط أو في اللافت أو في الرايت أو في الطوب. إذن نتركها في اللافت. إذن ولاحظوا كيف تتمدد وتتقلص هذه الأيقونة مع كتابة داخل الزر. نقوم بالتنفيذ. إذن لاحظوا كيف تظهر هذه الأيقونة داخل هذا الزر. هناك خاصية أخرى إذا قمنا باختيار مثلا أيقونات أخرى مثلا وهي من نوع مثلا 24 بالنسبة لل BMP يعني Bitmap، نقول لها Open و OK. إذن لاحظوا كذلك هنا تم تغيير الأندكس الخاص بالصور، وحتى وإن قمنا باختيار صورة هنا بالنسبة للإيماج ليست قمنا بتغيير التشفير إلى Device Depend يعني الحالة الافتراضية ووضعنا هنا Normal كذلك، ونقوم هنا باختيار الصور، وأي تغيير نغيره
داخل هذا الإيماج ليست، فإن الصور التي تكون بداخله كلها ستحذف. إذن نختار هذه الصور، أوبن، أوكي. إذن ولاحظوا هنا في الأندكس الخاص أو الأندكس إيماج الخاص بالبطن، هو أندكس إيماج 4، أختار مثلا 1. إذن لاحظوا كيف تظهر هذه الأيقونات، لاحظوا مع أننا غيرنا التشفير هنا إلى Device Dependent. إذن إذا قمنا باختيار صور من نوع PNG أو أيقونات من نوع PNG، وجب علينا تغيير التشفير إلى CD32 وإلى الخاصية Drawing Style إلى Transparent حتى نتمكن من أخذ الصور بشكلها بدون خلفية سوداء. اوكي، وهنا نعطيه الاندكس رقم 0 بالنسبة للايميج، فتظهر هكذا بدون خلفية. اذا قمنا بوضع الوضع العادي وقمنا بتغيير التشفير، وهنا اخترنا هذه الأيقونة، أوكي. إذا لاحظوا كيف تظهر هذه الأيقونة مع هذا الأريير بلان أو هذه الخلفية السوداء. لدينا كذلك الخاصية إيماج تايب، يمكن عملها ماسك أو عملها تي إيماج. هنا إذا قمنا باختيار قناع بالنسبة للصور، ثم هنا ماسكد True أو False، ماسكد بمعنى أنها يكون، إذا اخترنا ماسك تكون هذه الصورة يعني مقنعة يعني True. ثم لدينا Name ولدينا Share Images، وهنا إذا تعاملنا بالتاكس، ولدينا الويد والهايت الخاص بهذا المكون، وهو مكون مهم جدا يستعمل لإضافة الأيقونات أينما شئنا في جميع المكونات الموجودة في الدلفي والتي تقبل أيقونات بطبيعة الحال. إذا كان هذا درس حول مكون الإيماج ليست. تقبلوا تحياتنا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.